جبتي الملفات؟ هو التفاؤل حلو ليك ولصحتك اكيد، بس اكيد يعني مش بالسرعه دي انا ما لحقتش. طب ومتضايقه ليه؟ ما بحبش الحجج والاعذار. بس الحجه دي هتعجبك قوي. بص بقى، انا اكتشفت ان مراد حاطط الخزنه في اوضه مخصوص وقافل عليها، وافتكر فيها الحاجات اللي انتوا عايزينها. طب وايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ هجيبهم ازاي يعني؟ اتصرفي، شغلتك ان انت تجيبي لي الملفات، وانا قلت لك على الطريقه، ما عنديش حاجه تانية اقولها. ماشي يا وهيب، ماشي، انا هتصرف. يلا باي. ليه جبتينا على الشركة؟ وكنا طلعنا على البيت عندي أو عندك. نسيت النضارة بتاعتي، فين المفتاح؟ مفتاح؟ أيوه مفتاح المكتب، فين؟ برافو برافو. ده؟ امسك نفسك. وين النضارة؟ هجيبها حالا دلوقتي. هجيبها. اقعد انت بس. مراد، يا مراد، ماذا؟ ايوه بجيب النضارة اهو بسرعة. باي باي مون شيري. برافو يا ندى، برافو، كنت عارف ان انت قدها. افتكر كده بقى عدنان هيتبسط مني. هيتبسط قوي طبعا. حلو، يبقى هقابله امتى؟ في الحقيقه مش انا اللي هقرر. هو مين اللي هيقرر؟ هو. ماشي اصبري يا ندى، ما تستعجليش، كل حاجة هتتم في وقتها. ماشي، ما أنا صابرة أهو، أنا وراك.